أعرب المنتج الفني محسن جابر عن تفاؤله بجلسات الحوار الوطني لما تشهده من نقاشات. كما قدم جابر التحية لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على النهضة التي تشهدها مصر في كل المجالات. هي الحوار ده يعني أنا تفائلت فيه جدا جدا جدا، بعد إن أنا كنت من كام سنة كده عمال بقول إيه إحنا رايحين فين. طبعا أنا شايف النهضة اللي بحيي فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهضة في كل المجالات، وأنا بمشي في الطرق بدعيله، وأنا يعني حاجات كتير جدا في تفاصيل بدعيله، بس أنا بقى باعتباري أقدم منتج، أنت منتج في الوسط الفني، وحضرت ريادات كتيرة، حضرت عصر عبد الوهاب، حضرت عصر فريد الأطرش، حضرت عصر عبد الحليم، ثم في الفترة اللي أنا فيها يعني شيخ المنتجين مش عارف أعمل حاجة، مش معقول يعني إن أشوف إن الفن بتاعنا بعد ما كان تفتح تلفزيون تتنافس تلاقي فيه مين بقى؟ تلاقي فيه أصوات إيه؟ تلاقي صوت أم كلثوم، جنبها وردة، جنبها شادية، جنبها فايزة، جنبها عفاف راضي، جنبها النهارده كام واحدة؟ ليه ما بنكتشفش مواهب؟